اهلا بيكو، معاك وليد عشان تعرف على كل جديد في فيفا 23. النهاردة EA سبورت فاجئتنا بكارت جديد للأسطورة البرازيلية ريفالدو. الكارت بيجي بطاقات 93، والأول مرة ريفالدو بيجي بخمسة قدم ضعيفة. طول عمره ريفالدو مظلوم، بيجي باتنين قدم ضعيفة او بالكتير قوي تلاتة، فما كانش حد اصلا بيلعب بريفالدو. خليني كده في البداية اشرح لك ايه هي القدم الضعيفة او ايه هي فايدة الويك فور. مبدئيا كده ريفالدو اشول بيلعب برجله الشمال، فلما يجي باتنين قدم ضعيفة وتجيلك الكرة في مكان تشوطها برجله اليمين فهي غالبا بتطلع بره، عشان هو اتنين ويك فوت فرجله اليمين بتكون ضايعة. لكن لأول مرة EA سبورت بتخليه بيجي بخمسة قدم ضعيفة، يعني رجله اليمين زي رجله الشمال، ودي واحدة من أهم المميزات الجديدة في ريفالدو النسخة دي، وهي نسخة الفوت بيرث داي. يعني ده ايفنت EA عاملاه بمناسبة مرور 14 سنة على الفوت. تعال نبص كده بقى على إمكانيات ريفالدو. زي ما قلنا كده بيجي بخمسة ويك فوت، خمسة قدم ضعيفة، وأربعة سكيل موفز، أربعة مهارات. بيلعب في كذا مركز، هو مركزه أصلاً LW، ممكن تحوله LM أو كام أو CF. اربع مراكز. التريس اللي عنده ان هو عنده الفينيس شوت والفلير واللونج شوت، شوتاته البعيده يعني رهيبه. بالنسبه للسرعه بتاعته فهو بيجي بسرعه 90، الشوت باور بتاعه 95، اللونج شوت التصويبات اللي البعيده 95. بص حاجات يعني جامده جدا. الفينيش بتاعه 90، الاتاك بوزيشن التمركز بتاعه الهجومي 92. برده بالنسبه للباصات بتاعته كويسه جدا، عنده برده رؤيه كويسه جدا. البالانس بتاعه 80، دي واحده من العيوب. البول كنترول والدريبلينج دول 95 93، برده حاجه كويسه جدا. الاستامينا 86، دي برده من العيوب. علشان تعمل التحدي بتاع ريفالدو ده، تعالوا كده نبص مع بعض بصه سريعه، فانت محتاج تعمل 8 تحديات، واحد برونز، واحد سيلفر، واحد عايز ريت 84، وواحد تاني عايز ريت 87، وواحد عايز ريت 88، وواحد كمان عايز ريت 88، وواحد عايز ريت 89، وريت 89. يعني انت عايز 8 تحديات، منهم 6 تحديات قوية، يعني انت عايز 8 تحديات، يعني من الاخر كده هيكلفك حوالي 1,400,000 كوين. وطبعا عشان سعره الغالي ده فهو هيبقى متاح لفترة كبيرة، 3 شهور، يعني هو من دلوقتي وانا بسجل الفيديو متاح لمدة 91 يوم، يعني اكتر من 3 شهور. اقعد بقى انت لو عايز تعمل ريفالدو معاك 3 شهور اهو، يكون اصلا النسخة اللعبة التانية نزلت. بس طبعا اللي عايز يعمل لعبة زي دي بيخلصها على طول وبينجز. عايز بقى تجرب ريفالدو بارخص سعر، يعني هتروح كده تشوف النسخة اللون اللي هي الاعارة، تعال كده تشوفها. طيب بيخليك تلعب ريفالدو 5 ماتشات بس، معاك عدد مفتوح لا نهائي. لو انت مخلصتش الخمس ماتشات تلعب بيهم ماتشات ودية فريندلي ماتش مع اصحابك. عشان تعمل بقى ريفالدو النسخة اللون اللي بديلك 5 ماتشات بس، العدد المفتوح لا نهائي، لو مخلصتش الخمس ماتشات تلعب ماتشات فريندلي مع اصحابك عادي جدا. هيبقى معاك كده تحدي خفيف جدا، طالب منك بس ريت 81، وعايز منهم لعيب بيكون برازيلي، فانت هتخلصه وتلعب بريفالدو بس 5 ماتشات. لو هتلعب ماتشات ديفيجن رايفلز او فوت شامبيون او سكواد باتلز هيخلص معاك، لكن ممكن تلعب مع اصحابك فريندلي ماتش اونلاين عادي جدا مش هيخلص معاك عادي، وتجربه براحتك مفيش اي مشكله. نيجي بقى لمميزات وعيوب ريفالدو. اول ميزه ان هو 5 قدم ضعيفه. تاني ميزه ان هو بيلعب في 4 مراكز، LW LM كام وسي اف. تالت ميزه ودي مهمه جدا، اجيليتي بتاعه 91، يعني كارت خفيف على الرغم ان هو طويل شويه. رابع ميزه ان الكيرف بتاعه 95. خامس ميزه معانا ان هو بيشوت من بعيد كويس جدا، L2 بقى وR2 رهيب. سادس ميزه ان الباصات بتاعته خطيره جدا، لو هتلعب بيه كام هيدي لك شويه باصات قصيره رهيبه. وسابع ميزه برده ملوش حل في الفاولات، جامد. نيجي بقى من العيوب، والعيوب اللي انا استغربتها، انا قلت ده ريفالدو يعني ريفالدو طويل المفروض، فقلت هيبقى لينسي. استغربت ان هو مهما اديته اي كيمستري ستايل هو هيبقى كنترولد، حتى مش اكسبلوسيف، هو هيبقى كنترولد مش هيبقى لينسي. طبعا عارفين اللينسي ان هو التسارع بتاع الجري بتاعك بيبقى مختلف، بيبقى اسرع، ممكن لعبه كتير جدا ما تلحقش تجيبه، لكن هو هيبقى سرعته كنترول. برده من العيوب الموجوده ان هو ميد لو، يعني هجوميا ميد ودفاعيا لو. برده في عيب خطير جدا اكتشفته، ان البالانس بتاعه 80، وعيب بقى تاني ان الاستامنا بتاعته 86، يعني في الشوط التاني هتلاقيه لعب تاني مختلف، خصوصا لو هتلعب بيه جناح مثلا LW ولا حاجه، وعمال بقى تجري بيه كده طول الشوط الاول، انت هتيجي الشوط التاني هتلاقي سرعته بقت بطيئه وتعب وخلاص وعايز يتغير. وطبعا اكبر عيب موجود فيهم كلهم ان هو يكلفك حوالي 1,500,000 او 1,400,000 كوين. رايي انا تعمله ولا ما تعملهوش، انا كوليد عن نفسي مش هعمله، لان انا مش معايا اصلا المبلغ ده، بس في لعيبه تانية بالسعر ده احسن.
بس في ناس طبعا بتحب ريفالدو مبسوطه ان هو نزل بكارت 5 ويك فوت، فدي حاجه مختلفه جدا، فعشان كده سعره غالي.